يمكن التعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تغيير محتوى الحساب. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق روبلوكس، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس ويظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.